بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا السؤال حول مواقع النجوم. ما هي مواقع النجوم؟ لماذا أقسم الله بها؟ ما هي أهميتها؟ وما هي دلالات هذه الآية الكريمة؟ الحقيقة أيها الأحبة، كل آية في القرآن لها هدف، والقرآن يذكر الآيات الكونية العظيمة جدا لتكون دليلا على صدق هذا الكتاب، ولتكون حجة على كل مشكك وملحد. لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام علم الفلك كان محدودا أيها الأحبة. نظرة الناس للنجوم كانت نظرة سطحية جدا، بل معظم الناس كان يظن هذه النجوم ثابتة لا تتحرك، يظنون أن الشمس هي التي تتحرك مثلا، وأن هذه النجوم تظهر وتختفي، فقط تظهر في الليل وتختفي في النهار. لم يكن لديهم فكرة عن دوران الأرض، ولا عن مواقع النجوم، ولا عن المسافات الهائلة التي تفصلنا عن النجوم. في العصر الحديث تبين أن هذه النجوم بعيدة جدا، حتى إن أقرب نجم إلينا أيها الأحبة، لو قمنا بحساب بعد هذا النجم عنا، سنجد أنه يبعد بحدود 4.5 سنة ضوئية. يعني الضوء عندما يصدر من هذا النجم حتى يصل للأرض يستغرق 4.5 سنوات. الضوء طبعا له سرعة عظيمة جدا، سرعة كونية هائلة، هو ثابت كوني سرعة الضوء. الضوء يسير بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية تقريبا في الفراغ، سرعة الضوء. تصور أخي الحبيب معي أن الضوء يقطع في كل ثانية 300,000 كيلومتر. طبعا المسافة بين الأرض والقمر بحدود 340,000 كيلومتر، يعني الضوء يقطعها في ثانية وربع. فتصور أن هذا الضوء في كل ثانية يقطع 300,000 كيلومتر، في كل ثانية يقطع 300,000 كيلومتر. خلال 4 سنوات كم يقطع؟ طبعا يقطع تريليونات الكيلومترات. هذا أقرب نجم إلينا. ما رأيكم؟ هناك نجم بعيد جدا أو مجرة بعيدة اكتشفت مؤخرا تبعد 13,000,000,000 سنة ضوئية. يعني الضوء الذي خرج من هذه المجرة استغرق حتى يصل إلينا، يعني حتى سجله العلماء، استغرق 13,000,000,000 سنة. والضوء يسير بسرعة كم قلنا؟ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. فأضرب 300,000 كيلومتر في 3,600، يعني في الساعة، الساعة 3,600 ثانية، في 24 في اليوم، في 365، في 13 في 1,000 في 1,000,000، سيخرج لك عدد رهيب جدا، تريليونات تريليونات الكيلومترات لا يتصوره عقل. طيب لنفرض الآن أن هذا النجم انفجر الآن، هل سنعلم؟ لا نعلم الآن، يجب أن ننتظر حتى يصل ضوء الانفجار إلينا. يعني النجم الذي يبعد مثلا 1,000 سنة ضوئية، وهو قريب قياسا بالمقاييس الكونية، يعني نجم يبعد 1,000 سنة، هذا نجم قريب جدا. لنفرض أنه انفجر الآن وتحول إلى نجم آخر، لن نعلم بذلك إلا بعد أن يصل ضوء الانفجار لدينا. متى يصل لنا ضوء الانفجار؟ يصل لنا بعد 1,000 سنة.
لأن الضوء يحتاج إلى كما قلنا إلى 300,000 كيلومتر ليقطع ثانية ضوئية، ثانية، بينما السنة الضوئية هي ما يقطعه الضوء خلال سنة كاملة. فخلال 1,000 سنة سننتظر هذه 1,000 سنة حتى نرى الموقع الذي يعني كان قبل 1,000 سنة. يعني لنفرض الآن أيها الأحبة هذا النجم تحرك من مكانه، سنرى موقعه قبل 1,000 سنة، لن نرى الموقع الحقيقي. لماذا؟ لأننا مأسورون بسرعة الضوء، مقيدون بسرعة الضوء. فأي حدث يحدث في الكون لا يمكن أن نراه إلا بعد أن يصل الضوء إلينا. فإذا كان هناك نجم يبعد عنا مثلا 1,000,000 سنة ضوئية، سنحتاج إلى 1,000,000 سنة حتى نعلم الموقع الذي كان قبل 1,000,000 سنة. إذن الموقع الآن لا يعلمه إلا الله. يعني إذا درسنا أي نجم الآن في الكون، موقعه الآن لا أحد يعلمه. نحن نرى مواقع النجوم في الماضي وحسب بعدها عنا. يعني النجم الذي يبعد 4 سنوات ضوئية، نحن نرى موقعه قبل 4 سنوات. النجم الذي يبعد عنا 1,000 سنة ضوئية، عندما ننظر إليه بالتلسكوب نرى صورته قبل 1,000 سنة، ليس الآن، قبل 1,000 سنة. طيب مجرة تبعد 13,000,000,000 سنة ضوئية، نحن نرى شكلها وموقعها قبل 13,000,000,000 سنة. هي ربما زالت وانتهت وتبعثرت، ربما غير موجودة هي الآن، ولكن نحن نرى صورة هذه النجوم في الماضي وحسب بعدها عنا. تمام أيها الأحبة؟ طيب هذا الأمر قبل زمن أينشتاين، يعني في عام 1905 عندما طرح نظرية النسبية الخاصة، وبعد 10 سنوات طرح نظرية النسبية العامة، ظهر هذا الأمر جليا بالنسبة للبشر. قديما لم يكن هذه المعرفة موجودة، كانوا يعتقدون أن النجوم موجودة هكذا منذ الأزل وهي في مكانها، وأننا نراها الآن. تبين لا أن أي نجم نحن نراه حسب المسافة التي تفصله عنا. نجم يبعد مثلا 1,000,000 سنة ضوئية، نحن نراه الآن ولكن قبل 1,000,000 سنة، نرى شكله قبل 1,000,000 سنة، نرى الشعاع الضوء الذي أطلقه قبل 1,000,000 سنة. الآن وصلنا، هو انطلق قبل 1,000,000 سنة، الآن وصلنا. رأيتم أيها الأحبة؟ إذن المواقع الحقيقية للنجوم هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يعلمه، مستحيل، إلا الله طبعا. طب في القرآن الكريم ماذا قال؟ شوفوا معي الدقة أيها الأحبة. قال تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سبحان الله، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن هذه الآية هي دليل واضح على أن من أنزلها هو الذي يعلم المواقع الحقيقية للنجوم. وإلا لماذا أقسم بمواقع النجوم؟ في اللغة العربية والعرب في الجاهلية لا يعلمون هذه المعلومات، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الخرافات والأساطير تنتشر حول الكون. فأن نجد يعني تعبيرا فريدا من نوعه ومطابق للعلم الحديث هو تعبير مواقع النجوم، بل إن الله أقسم بمواقع النجوم، أن القرآن هو حق. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لماذا عظيم؟ لأن اكتشاف هذه المواقع أيها الأحبة الحقيقية لا يمكن لأحد أن يعلمه،
يعني أنت لا تستطيع أن تسبق الزمن، لا تستطيع أن تسبق سرعة الضوء. أنت أيها الإنسان مقيد بسرعة الضوء التي هي 300 ألف كيلومتر في الثانية. يعني الآن أي حدث يحدث في نجم يبعد عنا مثلا، هناك مجرة تبعد 50 مليون سنة ضوئية. هذه المجرة نحن نراها الآن عندما نصورها، نرى الضوء الذي انطلق منها قبل 50 مليون سنة، ولكن الآن الله أعلم أين موقعها الآن، لا نعلم ما شكلها، لا نعلم. وبالتالي إنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم؟ قال إنه لقرآن كريم. يعني أيها الإنسان عندما تدرك أن مواقع النجوم لا يعلمها إلا خالقها، وعندما تجد ذكرا لها في كتاب أنزل قبل 1400 سنة، يجب أن تعترف أن هذا القرآن هو قول رسول كريم، أن هذا القرآن كتاب مكنون، أن هذا القرآن كتاب كريم، تنزيل من رب العالمين الذي خلق هذه النجوم ويعلم مواقعها، هو الذي أنزل هذا القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.